هذه الثورة عندما تحدث وتتكرر مرتين خلال 7 سنوات، خلال يعني 2011 ثم 2013، في خلال 3 سنين تقريبا الدولة تعرضت لهزتين عنيفتين جدا. أنا مش بتكلم هنا أبدا في منظور وجهة نظرنا في دي أو دي، لا، يعني أنا مش في مجال، وأنا بكلمكم كمصريين وكضيوف موجودين معنا هنا،